بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين. جوني ضيوف من خارج المدينة وقالوا إحنا نبغى سفرة مدينية، أكل مديني. هذا كباب سبانخ سادة عملناه، وهذه فرموزة زي البوف بيستري محشية لحمة، وهذا دبة مديني ولا قرع أخضر نزل. كل الطرق موجودة. هذا رز بخاري، وهذا رز كابلي بالبرتقال، ريحته معبي البيت. وهذا سمبوسة مثلثات، وهذه عبامية مدينية لا يعلى عليها، وهذا سلطة خيار بالزبادي ودقوس أحمر حار، سلطة حارة. وهذا منتو، منتو يذوب في الفم ذوبان يجنن. الحين أتكلم شوية بس أوريكم بسرعة كذا. هذا السلطة طبعا، هذا الفرموزة، لا هذا اليغمش، عجينة بدون خميرة. أكلات المدينة منوعة من قديم الزمان، من أيام الفتوحات الإسلامية. وهذا كباب سبانخ بالطماطم، كانوا يسافرون يتزوجون من برا، يجيبون معاهم أسيرات يطبخون، فدخل المطبخ منوع. يجون من جميع أنحاء العالم يدرسون الدين الإسلامي. هذا البوف في الحرمين في مكة وفي المدينة، ويقعدون بالسنوات يجيبون أكلهم، وبعضهم يفتحون مطاعم. فصار المطبخ المديني منوع من جميع أنحاء العالم. يشوفون في طبخات من قديم الزمان، يعني مع رحلة الشتاء والصيف اليمن والشام. هذه ملوخية ناشفة، في الصيف يجففونها عشان الشتاء يعملونها بودرة ويعملونها ناشفة. كل الوصفات معظمها يعني 99% من الوصفات هتلاقونها موجودة في اليوتيوب في قناتي، بس أنا حبيت أوريكم العزومة اليوم. اليوم ما في وصفة، اليوم في بس تشوفون هالعزومة اللي انبصوا فيها، كلها مدينية طبخة. طبعا عندهم آلاف الطبخات غير هذه، بس طبعا هذا اللي قدرنا عليه. كباب سبانخ عملناه بالصلصة الطماطم وهذا السادة، وعملنا قاضي القضاء. قاضي القضاء هو كفتة بالرز بعدين غمسها بيض وطحين. موجودة كل الوصفات موجودة. هذا الرز الكابلي واو، نخبلوا عليه لضيوف بصراحة. اشتهيناكم معانا في هالسفرة الحلوة. وهذا الحلويات المدينية، هذا جبنية من الجبن، لأنه هنا في المدينة عندهم ما شاء الله أغنام حلوة، فمن الحليب يعملون جبن ويعملوا منها الحلى. هذا ألماسية بالحليب، وهذا كريمة كراميل، وهذا ألماسية بالتوت، يعني الفيمتو يسمونها ألماسية بالتوت. هذا الحلويات، يعني حاولت أني أعمل أكثر، والله ما كان في وقت، لأنه كان غدا الوقت قصير، مع أنه بعد صلاة العصر، لكن يعني برضو ما في وقت. أنتوا شايفين عملنا كميات، يعني يمكن أعداد كثيرة، مو كثيرة بس أنه الكميات قليلة. هذه نظرة أخيرة. والوصفات ترى موجودة كلها في قناتي، موجودة في الحساب عندي، بحثوا عنهم كلهم. الملوخية بس الناشفة مو موجودة فيه، طبعا ملوخية طازجة عملنا كم نوع. وهذا اليغمش قلت لكم عجينة بدون خميرة أو بيكنج باودر، كله لذيذ كله خير ونعمة ربي. هذا قاضي القضاء كفتة، هذا الرز البخاري عاد سيد السفرة على ما يقولون. الرز عندنا الرز يسمونه سيد السفرة، هذا قاضي القضاء. هذا الحلويات بعد ما قطعناها، وألف عافية علينا وعليكم. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. كل يوم تعالوا، اليوم ما في طبخ، اليوم جمعة إجازة، بس وريتكم السفرة. الله معاكم.